بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار إلى آخره: الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا، اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية، الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان. هذا ما ورد في الكافي الجزء الرابع. فمن آداب الصوم أن يبدأ الصائم قبل إفطاره بقراءة الدعاء المأثور، فليس من الآداب أن تأكل بمجرد أن تسمع الآذان، فلا يكاد الآذان يرفع حتى ترفع اللقمة للفم، وهذا كثير، يعني عندما يقول الله أكبر وضع اللقمة في فمه. فثمة آداب ينبغي رعايتها، لأنك في عبادة، ليس ممنوع عن الجوع فقط، أنك في عبادة. فيستحب لمن أراد أن يفطر أن يقرأ الدعاء المأثور للنبي صلى الله عليه وآله، وهكذا هو كان يفعل أهل البيت عليهم السلام. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يفطر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا البسملة مستحبة دائما وأبدا مع الأدعية المأثورة، فيبدأ بالبسملة، بعد ذلك يقول: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبله منا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر. الأجر ثابت طالما الإنسان صبر فيظفر، طالما الإنسان صام احتسابا عن الطعام وتوجها إلى الله سبحانه وتعالى وتخلى عن كل المساوئ، فيبدأ بهذا الدعاء، يكون القبول ثابت وأيضا الأجر كثير وكبير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ووفقنا لما فيه من باقي الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.